يا
أو صعب بعد وبعد كتير كتير أو كتير
اتصالي من ساندو في الهدى ومدام الهدوء ويبدو انه لازم طبعا الصدر على اساس انه يضل اللون الاحمر الكبير صارت هاي الصدر فرقت في اساسيه. يعني انا لما كنت ربي واصبر يعني كل الناس اللي هاي سكرتها وكنت ازعل اكيد بطمع انا بسكر صح ربي صح وما بهتم اللي بيحكوا لما صار المعارض ضد الطلاب عرفوا انه لازم عشان القريه اللي موقف او الزريق او الفرحه اذا كان مش مسجون ما بخلص ما بينجح عشان ما بيعرفوا شو عاملين في السماء وبلش يستقبلوا. فانتوا اعملوا هيك انتوا حاطين ربطوا الفاكتور بنقطه نظر الفاكتور كامل ولا جناح ابيض ولا جناح ولا مزيف استخدموا السماء وبعدين حساب صفحه كمان بتخوي اللون الاصفر والجديد عنده صفحه بتخوي اللون الاسود عنده صفحه بتخوي اللون البيجي عنده صفحه بتخوي اللون الفايميلانين. يعني بتكون اللون المركز اكثر مسرح اكثر خفيف اكثر لانه من جمال مثلا الامين الاسود انها تكون اكثر لان عادي فاذا كانت بعد ما بيعطي جمال فبعطوا السفر السوداء فبتقوي هذه الاكثر وهي برضه في الاحمر. يعني انا هون بدي اشوف الحبه ما في السفر لكن لسه بدها كمان لازم تكون احمر دائما يعني حمار بكون ذاكر كثير اذا مش الحمار. السلام عليكم. السلام دكتور في سؤال متداول كنوع ازرق مصلحة هذا اللون. السؤال بحكي لك هل يوجد كنار ازرق؟ هذا كلام متداول هل سمعت هذا الحديث؟ لو كنار بحكي لك البريطان البريطان بسموا هذا اللون بلو تداخل الرمادي مع الابيض بيسموه بلو البريطان بس ازرق ازرق السؤال الثاني بالنسبه للجناح لو وجدت ريشه بيضاء في الديل او بالجناح احنا عندنا هون جماعات بيسموه مريوش هل هذا بيأثر على تقييم الطير الشكلي؟ طير الشكلي Unfortunately, if we found a white feather in the body of the bird, is it bad or not? Because it's a less cost of the bird. No problem, no problem. In a show, specialized show, where they teach only gloves, they make difference between full color, variegated, small variation, big variation, but so the normal show or only concert. على أي مانع فهم وجود الريش البيضاء أو تلطيش مثلا ولكن في البطولات العالمية بيفرزوا اللون الصافي بعدين اللون النقش بالأحرف واللون الأبيض لحاله بيعملوا كاتيجوريز يعني أصناف بس إن جنرال في هذا الفكر I was here 1 year ago. Yeah. And you engaged by all the business. The quality of the beer, I think it's very nice.
بيكون صريحا في البلوغ بشكل عام كان في المستويات ضعيفه باستثناء البوسو الفاين فانسي والجنوب. Yes, much better than